بيان ناري جديد من الرئيس السيسي عن سد النهضة، وأمريكا تقترح على السودان اقتراحا شيطانيا. ننشر لحضركم التفاصيل، وتفاصيل نزول الرئيس السيسي للشارع المصري ومفاجأة ننشرها لحضركم في الفيديو، وضربة كبرى من الداخلية المصرية ننشر لحضركم التفاصيل، وعاجل تفاصيل رد القضاء المصري على دعوى وقف استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وضربة جديدة للممثل محمد رمضان للنيابة العامة. صلوا على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، ما تنساش تشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، وفجر زرار اللايك، عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني حقيقي يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها، ويلا ندخل في تفاصيل الأخبار. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وبيان ناري من الرئيس السيسي عن سد النهضة، وهذا البيان بيان جديد. الرئيس السيسي أكد أن مصر مش هتقبل بالمساس بأمنها المائي، وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم لملء سد النهضة الإثيوبي. الرئاسة المصرية قالت إن الرئيس السيسي استقبل بقصر الاتحادية رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد البائية والري محمد عبد العاطي ومدير المخابرات العامة عباس كامل. وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن اللقاء تناول بالأساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسي تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر على دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة. ولفتت إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن مصر مش هتقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم منشود الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وأضاف الرئيس الكونغولي من جانبه حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن القضية الحساسة لمساعدة كافة الأطراف لتحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، شاكرا الجهد الكبير الذي تبذله مصر سعيا للوصول لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاثة. مصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، وهذا كان بيانا جديدا وتصريحا جديدا من الرئيس السيسي. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا، وأمريكا تقترح على السودان اقتراحا شيطانيا، وهقول لحضراتكم ليه شيطانيا بعد ما أنقل لحضراتكم هذا الخبر. في مصادر سودانية ذكرت أن المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي فيلتمان بحث في السودان مقترحا لاتفاق أولي قصير الأمد يشمل الملء الثاني فقط لسد النهضة، وجاء المقترح نظرا لاقتراب موعد الملء في يوليو المقبل دون التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل حتى الآن. المصادر السودانية كشفت أن مباحثات فيلتمان ناقشت مقترحا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتضمن عقد اتفاق أولي قصير المدى بين الدول الثلاثة بشأن الملء الثاني فقط، وذلك لأن موعد الملء الثاني قد اقترب ولم يتبقى عليه سوى أقل من 60 يوما، وليس هناك فرصة زمنية كافية تسمح بانعقاد مفاوضات ثلاثية مجددا تناقش كافة القضايا العالقة. المصادر أضافت أن المقترح قصير المدى بشأن الملء الثاني يتضمن توافر المعلومات حول الجداول الزمنية للملء والتدفقات المائية وتوافر المعلومات اليومية من إثيوبيا لدولتي المصب لضمان سلامة المنشآت المائية خاصة السودان. المصادر أكدت أن ذلك المقترح يستلزم توافر ضمانات من الجانب الإثيوبي لتنفيذه، مشيرة إلى أن هذه ستكون مهمة الوسطاء الدوليين. المصدر معانا كان من صحيفة الشروق المصرية. أقول لحضراتكم ليه هذا اتفاقنا واقتراح شيطاني، يعني لأن لو مصر والسودان وإثيوبيا ما اتفقوش على آلية ملء وتشغيل السد عموما على المدى البعيد، يعني بعدين
بعد ما اثيوبيا تقوم بعمليه الملء الثاني. لو اثيوبيا قامت بعمليه الملء الثاني خلاص الموضوع انتهى كده، القرار بقى في ايد اثيوبيا، اثيوبيا هي المتحكمه، تملى الملء الثالث ما تملهوش، ولكن بعد الملء الثاني اصبح لاثيوبيا القرار، لان السودان هتخاف على مصالحها. يعني لو سد النهضه يعني حصل له حاجه بعد الملء الثاني ساعتها السودان هي اللي هتتضرر، فالسودان هتاخد جنب اثيوبيا لو تمت عمليه الملء الثاني. وبالتالي الاقتراح الشيطاني الخاص بالاتفاق على الملء الثاني فقط ده هيضمن مصالح اثيوبيا ويخلي اثيوبيا تتحكم في مياه النيل، واحنا عاوزين اتفاق شامل لإدارة السد في جميع الأوقات. هذا الأمر يجب أن يكون واضح وصريح، لأنه هيبقى شيء خطير جدا لو إثيوبيا قامت بالملء الثاني، ساعتها هتكون متحكمة في مياه النيل بنسبة 100% وحق مصر هيضيع. دي وجهة نظري البسيطة، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الأمر. لسه ما فيش رد مصري على هذا الكلام، ولكن إن شاء الله لما يكون في رد مصري هنشر لحضراتكم التفاصيل. ننتقل لخبر آخر وتفاصيل نزول الرئيس السيسي للشارع المصري ومفاجأة. التقى وزير الزراعة المصري السيد القصير مع المواطن المسن فهمي محمد حسن الذي التقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته في شرق القاهرة، معلنا أن الوزارة بدأت النظر بمطلبه. ونقل موقع القاهرة 24 عن مصادر مسؤولة قولها إن الوزارة تواصلت مع العم فهمي بناء على تكليف من الرئيس السيسي الذي أمر بتحقيق مطالبه بالكامل والتي تقع ضمن اختصاصات وزارة الزراعة. المصادر أوضحت أن وزير الزراعة بحث مطالب عم فهمي والتي كانت تتعلق بقطعة أرض حصل عليها خلال فترة حرب اليمن في عام 64 التي شاركت فيها مصر بقيادة جمال عبد الناصر، مؤكدة أن الوزير وعده بإنهاء هذه الأزمة وتمليكه الأرض وفقا للقانون. مصادر أشارت إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بدأت في إجراءات بحث الأوراق الخاصة بالعم فهمي. المصدر معانا كان من صحيفة القاهرة 24، ويعني هذا كان تحرك طيب من الرئيس السيسي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر معانا وضربة كبرى من الداخلية المصرية، وأوقف الأمن المصري مواطنا ضرب ابنته البالغة 14 عاما حتى الموت في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبسؤال المتهم أفاد بأنه ضرب المجني عليها بعصا خشبي نتيجة تحدثها إليه بطريقة غير لائقة قائلا بترد علي وحش. النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة. مصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وعاجل تفاصيل رد القضاء المصري على دعوى وقف استيراد الغاز من الكيان الصهيوني. قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري اعتبار الدعوى المقامة من حميد وجميل البرنس المحامي وأسامة الششتاوي والتي تطالب بوقف قرار استيراد الغاز من الكيان الصهيوني كأن لم تكن، وحملت الدعوى رقم 26101 لسنة 72 قاف، واختصمت رئيس مجلس الوزراء المصري ووزيري البترول والمالية. وذكرت الدعوى أن الموافقة على استيراد الغاز من الكيان الصهيوني مخالف للدستور والقانون رقم 196 لسنة 2017 الذي ينظم سوق الغاز. المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد المصرية، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر وضربة جديدة للممثل محمد رمضان للنيابة العامة. المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ونيابة الأموال العامة العليا ضد الممثل محمد رمضان لإهدار واستغلال المال العام للدعاية والشهرة لنفسه، وجاء في البلاغ استمرارا للأسلوب الفج الحقير الذي يقوم به الممثل محمد رمضان من إهانة المجتمع بما فيه من جميع طوائفه، والذي لم يكتفي بما سبق وإنما اندرج بأسلوبه إلى ارتكاب العديد من الجرائم والتي يعد من أهمها جريمة الاعتداء على المال العام وإهداره، وهي جريمة لا يمكن لكائن من كان أن يعفى منها أو يتم التستر عليه، حيث أنه من الثابت بالصوت والصورة أن المبلغ ضده قد استخدم كابينة القيادة لطائرة مملوكة لشركة سمارت للطيران كموقع للتصوير
وحقق من وراء نشره الفيديوهات على موقعه وعلى موقع اليوتيوب مكاسب مادية ومعنوية كبيرة. وأضاف صبري أن الشركة مملوكة للمال العام بنسبة 100%، حيث أن شركة سمارت للطيران صادر لها سجل تجاري مقيد تحت رقم 22404 سجل تجاري استثمار القاهرة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وثابت بهذا السجل أن هذه الشركة هي شركة مساهمة مصرية تندرج تحت قانون رقم 8 لسنة 97 ولائحته التنفيذية، وأن العقد الخاص بها مقيد برقم 122 لسنة 2007 ومصدق على توقيعات تحت اسم شركة سمارت للطيران وموزعة حصصها كالآتي: 40% خاص بصندوق دعم الطيران المدني المملوك لوزارة الطيران المدني، و30% خاص ببنك الاستثمار القومي المملوك للدولة، و30% خاص بالشركة القابضة لمصر للطيران. وتابع صبري أن هذه الشركة مملوكة للمال العام ولا يمكن لأي شخص استغلال الطائرة الخاصة بهذه الشركة، حيث أنها مملوكة أيضا للمال العام دون دفع المقابل المادي للشركة. فالثابت أنه لا يوجد أي عقد محرر بين شركة سمارت للطيران وبين المبلغ ضده، وإنما كانت هناك شركة عربية تعاقدت مع شركة سمارت لنقل المبلغ ضده فقط دون أن يستغل الطائرة كمكان للتصوير وتحقيق مكاسب مادية ومعنوية من وراء ذلك على حساب المال العام، وبالتالي كان لابد أن يقوم المبلغ ضده بدفع مقابل مادي بالنسبة للمكاسب المادية والمعنوية التي حققها من وراء استغلال طائرة مملوكة للمال العام، وهو الأمر الذي تسبب فيه المبلغ ضده لإساءة السمعة للطيران المدني المصري. المصدر معنا كان من أرتي، وهذا كان يعني بلاغا جديدا للممثل محمد رمضان. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لآخر خبر معنا، والفنان المصري محمد هنيدي غرد وقال انقذوا حي الشيخ جراح، وهذا الحي في فلسطين. الفنان المصري محمد هنيدي أعرب عن تضامنه مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، داعيا إلى الوقوف معهم وإيصال صوتهم إلى العالم كله. وكتب هنيدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر ان في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلما وقهرا. وأضاف: بيسيبوا أرضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل. وتابع: لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله. وأرفق منشوره بهاشتاج انقذوا حي الشيخ جراح الذي انتشر في العالم العربي دعما لأهالي الحي. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إن شاء الله في يوم من الأيام فلسطين ترجع للحضن العربي، ويعني كان الصهيوني المحتل ده يغور في 60 داهية بإذن الله في يوم من الأيام. جينا لنهاية نشرة الأخبار. كان معكم العبد الله الفقير إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم على الفيسبوك. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.